لأن أبو ظبي داركم وزملائي متحديني، فأنا قبلت تحديكم. أنا في وادي أدفانسر العين أبو ظبي، في ركوب الأمواج والقلعة الهوائية وتسلق الحبال والكياك والتزلج على الماء والتجديف. شاركوا بصوركم وفيديوهاتكم على هاشتاغ أبو ظبي داركم لتحظوا بفرصة عرضها في صباح الخير يا عرب كل اثنين 11 بتوقيت السعودية على MBC 1.